أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: متى يخرج الشخص من دائرة أهل السنة والجماعة ويصير مبتدعا؟ إذا لم يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة خرج عن خطهم وعن مذهبهم. لا بد يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة معروفة. خذ مثلا الرسالة التدمرية، الرسالة الحموية، الرسالة الطحاوية، هذه عقائد أهل السنة والجماعة. نعم.